يقترب الكتاب من شخصية رجل الدين في السينما والدراما بحساسية أحياناً وبجرأة في معظم الأحيان. فيلم الشيخ حسن الذي أنتج عام 1954 تم منعه رقابياً بسبب تناوله زواج مسلم من فتاة مسيحية، لكن الفيلم عاش وعرفه الناس. طب قول لي جمع. يعني تبقى مسلمة؟ ايه كده؟ ايوه، وانا ما احبش اوجهك توجيه خاص في النقطة دي بالذات. عجيبة، انا كنت افتكر انك تحاول تأثر عليا في مسألة الدين. ما يصحش، ربنا قال في القرآن لا إكراه في الدين. أما شخصية الشيخ الأزهري الوقور في الأفلام فكانت تمثل ضمير الوطن وقوة الحق الذي كان يقف دائما في وجه الظلم. ولم تخلو الأعمال الفنية من تجسيد شخصية رجل الدين المنافق، وإن كان تناولها لم يكن بشكل كبير، وظهرت في أفلام قليلة مثل شخصية مبروك في فيلم الزوجة الثانية. إذ يا شيخ عطوة إذ الله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الدراما سعت لتقديم السير الذاتية لشيوخ المنهج الوسطية، وقد حققت هذه الأعمال قبولا لدى الجمهور والنقاد مثل مسلسل الإمام الغزالي وعمر بن عبد العزيز، ومسلسل أم الصابرين الذي يحكي قصة زينب الغزالي، ومسلسل إمام الدعاء الذي يقدم قصة حياة الشيخ الشعراوي. السينما المعاصرة كان لها منظور مختلف في تقديم سير الشخصيات التاريخية، ربما لمواجهة الظروف السياسية والاجتماعية التي نعيشها، مثل المعالجة التي قدمها يوسف شاهين لشخصية ابن رشد في فيلم المصير، ولمواجهة أزمات الواقع، وفي مقدمتها أحداث الفتنة الطائفية. ظهرت أعمال فنية جسدت شخصية رجل الدين الذي يدعو للوحدة الوطنية تارة، وأعمال أخرى تنبذ الفتنة الطائفية بين عنصري الأمة، حتى وإن لجأت للسخرية في تقديم شخصية رجلي الدين الإسلامية والمسيحية. هو الدين بيقول إيه؟ كما تم تجسيد شخصية رجل الدين المسيحي خفيف الظل في بعض الأفلام السينمائية مثل فيلم مافيا. بولين، يا سلام على بولين، الرب يجعلها من نصيبك هدية. أهي جات أهي دي بولين؟ الوضع كان مختلفا بالنسبة لفيلم ليلي، فقد منع عرضه ربما لأنه يتناول شخصية إمام مسجد يتعرض للغواية من فتاة جميلة تدعى ليلي. كان الأمر فوق طاقتي، فقد كانت أول مرة في حياتي أتعرض لمكي هذه المرأة. سبحان الله. ومواكبة للعصر قدمت الدراما رجل الدين بأسلوب جديد مثل شخصية يحيى في مسلسل نيران صديقة، الذي حلم بأن يكون مخرجا سينمائيا لكنه درس شريعة وقانون ليتم تعيينه كإمام مسجد، وأيضا مسلسل الداعية الذي رصد واقعا ملموسا لهذه الفترة وتناول شكل رجل الدين في ثوب عصري وعالج مشكلة الأفكار المتطرفة. أعترف أمامكم اليوم بخطأي في فهمي لبعض المواضيع التي كنت أتناولها في السابق، فالاعتذار واجب. بين تقديم السينما والدراما المصرية لصورة رجل الدين بأشكال نمطية، وبين أعمال فنية أخرى تعكس صورته في الواقع المصري لفترات زمنية مختلفة، يتوقع النقاد أن تتخذ الأعمال الفنية أبعادا جديدة لم تقدم بعد. توقعات كثيرة تحسمها أرض الواقع لكيفية تجسيد شخصية رجل الدين في المستقبل. سمر يحيى، انتحر. اهلا بيكم كمان مره في برنامج انتحر. وقبل ما نقدم ضيوفنا هحكي لكم قصه كده. وجات لي صحفيه من نيويورك تايمز تسالني على الدعايه في اول اسبوع، وبعدين قالت لي ممكن تحكي لي عشان هبقى مسافره بره مصر، انا بتكلم بقى عن الدين الوسطي والمتطرفين والمتعصبين وهكذا. فقلت لها اللي هيحصل ان هذا الداعيه هيقع في حب عازفه الكمان، فنست كل اللي انا قلته وابتدت تبقى مبهوره جدا بقصه الحب، وقالت لي واو حب هيحبها ازاي، ونست كل اللي انا قلته. فواضح ان كلمه الحب دي ليها سحر ما احنا مش قادرين نفهمه، خاصه عند الستات. وبالتالي
انا قبل ما ارحب طبعا هرحم الاول بالاستاذه، خلينا ليديز فيرست، الاستاذه علا الشافعي النقيده الكبيره، الشيخ ابراهيم نوارج، مصطفى نوارج انا اسف، شيخ وامام سيده جامعه السيده زينب، وهيبقى معانا كمان شويه النجم الفنان هاني سلامه، بس هو يعني يظهر المرور عطله كما هي العاده يعني، فهيبقى معانا بعد شويه على طول. انا هسال بقى، بما قلنا الحب، انا عارف ان انت بتحب مصر جدا طبعا، وبسبب حبك لمصر ده اتبهدلت في المحاكم بسبب كلمة كده او مقالة. ما كانتش قدروا لطف زي ما قدروا لطف. ايه بقى كانت حكاية الحب دي؟ هو انا فاكرة يمكن انت بتقصد الواقع بتاع مقال جواز عتريس، انا يمكن كمان شفنا مشهد بالزبط من الفيلم شيء من الخوف. ده كان مقال كتبته بعد احداث الاتحادية في وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسي. فانا كتبت بعد، يعني انا كنت في المظاهرات زي كل الناس، روحت وحصل اللي حصل يعني، مش عايزة احكي كتير. كتبت وربطت ما بين فكرة مصر العظيمة اللي هي فؤادة، اللي مش ممكن تستسلم للقهر، ولا سواء كان قهر سلطة دينية أو سلطة سياسية أو سلطة أبوية أيا كان شكلها، لأن في حاجة في الشارع كمان اتغيرت كان يجب أن هم يدركوها في الوقت ده. فأنا عملت الربط ده ما بينه وما بين شخصية الرئيس المعزول. فطبعا يعني المقال بعدها كان في بلاغة اتحرك للنائب العام. أيوة. وكنت المفروض ان انا هروح يعني النيابة وتأجله لأحداث حصلت وقتها. فتأجل تحقيق، وبعدين بعد كده الحمد لله تم حفظ، لما هو افتكر بعد زيارة اشتم تحديدا لما جت مصر، فكان في زي يعني شوية خفوا عن الإعلام. فقالوا ان هم يحفظوا كل تقريبا يعني. اشتم هي اللي انقذت ناس كتير مش انا لوحدي على فكرة في الوقت ده. فوقفوا طبعا التحقيق في المبلغ. الشيخ مصطفى، احنا متعودين طول عمرنا نشوف رجل الدين في الزي اللي حضرتك لابسه ده، ويمثل بالنسبه لنا هذا الزي نوع من انواع الاجلال والتقدير والاجبار كده من واحنا صغيرين. ايه راي حضرتك، هل الزي بيطفي فعلا هذه الهيبه والوقار، وبيتغير لما حد يبقى لابس بدله او كرافات او حاجه كده بالنسبه للداعيه؟ بلا شك الزي له وقار، زي ما تفضلت حضرتك، عند الشعب المصري بالذات وله قدسية. الزي الأزهري له قدسية، وهو علامة على عالم الدين الحقيقي. تمام. يعني بدون شك هو ليس فرضا، ممكن بس ممكن بلاش قدسية دي، خليها احترام. احترام يعني هو القدسية بمعنى الاحترام يعني. تمام. يعني معلش عشان بس الناس ما يختلطش على الامر، بس نعم. حضرتك تعلم تماما ان رجل الدين لما بيتكلم الناس بتقول هو ده الدين، فعشان بس معلش الناس تبقى يعني هي القدسية في اللغة بمعنى الاحترام يعني. تمام. في العرف قد تفهم شيء اخر، لكن في اللغة بمعنى الاحترام يعني. اتفضل. فبلا شك هو ليس فرضا، ولكن يعني الزي الأزهري وزي العالم له دور كبير في تأثيره على الجمهور. تمام. وله دور كبير في تحمله المسؤولية، وهو علامة بارزة على أنه هذا الشخص يعني درس من فئة معينة أو من تخصص معين، فينبغي عليه أن يحترم تخصصه ويعطينا يعني علامة على أن هذا الشخص هو من نذهب إليه مثلا، وهو من نثق به أكثر. انت شايفة كده يا أستاذة؟ أنا وسؤال حضرتك بالمناسبة سؤال ذكي جدا، لأن أنا لفت نظري أن احنا تقريبا يعني بقالنا فترة كده يعني بنكره فكرة حاجاتنا الخاصة اللي فيها ليها علاقة بالأصالة. تمام. يعني احنا بقى في عندنا مسافة ما بين حتى الجلابية، اما بنلبس الجلابية بقينا بنستغرب نفسنا. تمام. لو تفتكر في الفلاحين الجلابية الفلاحي ام صفرة مش عارف مجات مصر، انت دلوقتي بتحس ان ده حاجة غريبة، فبقيت انت اقرب لكل ما هو خليجي مثلا. عبايات الخليجية، وده بالنسبة للستات. بالنسبة للزي، انا خدت بالي ان انا جزء يعني، انا ابتديت استوعب ان انا جزء من احساسي بالجلال لرجل الدين هو شكل الزي. يعني وانا قاعده انا بستجمع الصوره. يعني انا فكره الداعيه اللي بيلبس بدله، انا بالنسبه لي ما كنتش ابدا من هواتهم ولا بحبهم بالمناسبه، مع كامل احترامي لاي حد فيهم كان بيلبس بدله يعني. لكن فعلا ما بشوف داعيه بالزي الازهر، وبتكلم هنا على طول لان ده بيحلني للازهر ووسطيه الازهر، فانا بحس بهذا القدر من التقدير والاحترام. تمام. يعني ده حقيقي، الزي مهم جدا، وده كمان دور الاعلام مهم. لان اكيد في فتره لما ابتديت انت بتشتغل على فكره الدعاء اللي اطلق عليهم في وقت الدعاء الكاجوال، ان انت دايما كنت تحب تشوفه لابس جينز احيانا، او لابس مش عارف الجاكيت عامل ازاي عشان يبقى قريب لفئه الشباب. لكن انا كنت شايفه الاصعب ان انت تقدم الصوره بالزي ده للشباب وتكرس بيها وتقنعهم. تمام. وعلى فكره برضه عشان الساده المشاهدين يعرفوا ان هذا الزي العصري او المودرن
هو جاي اصلا من الغرب. مع انتشار قنوات التلفزيون في المجتمع الامريكي توصل اليمينيون في امريكا لان هم عايزين يوصلوا للشباب بفكر ديني، فابتدوا يلبسوا لبس ويطلعوا في القنوات التبشيرية بلبس عصري غير لبس القساوسة وكذا. يعني حتى فكرة لبس العصري هي فكرة جاية من امريكا ومش جاية حتى من تراثنا اللي موجود. طب استاذ علا تعتقدي وانت شفت طبعا نقدة وشفت كل الافلام، مين وجهة نظرك من احسن الناس اللي قدموا دور الداعية اثر فيك وحسيت انه بجد داعية مش بيمثل؟ هو يعني السؤال عشان تقول مين اللي حسيت انه بيأثر فيا، لان هي اصل في اقدر اقول اعمال مختلفة، في اللي هو تعلق بمتناول شخصيات دينية ليها كل الوقار والاحترام. يعني الدور اللي عمله الاستاذ الكبير نور الشريف مسلسل قد كده كان مؤثر، وما كان بيقدم شخصية عمر بن عبد العزيز، فده كان حالة يعني كلها على بعضها كده كان عامل شعبية في المشاهدة، ويمكن كمان اداء النجم الكبير وتجسيده للدور ده خلاك تقرب قوي من النموذج ده للرجل المتفتح والحاكم العادل. تمام. النموذج اللي احنا كلنا دايما والكتابة والنبي طبعا. ما تنسيش لا الكتابة ده اهم حاجة على فكرة. الكتابة طبعا عشان السيناريست العظيم عبد السلام امين، عشان بس الناس ما تنساش لانه من اعظم الاعمال اللي اتكتبت في هذا الصدد هو الكتابة بتاعت الأستاذ عبد السلام. وده حقيقي. وخلينا كمان افتكر معاك لو احنا بنقولنا بمنطق الكتابة ده واللي احنا افتقدناه لفترة طويلة، محمد رسول الله هذا المسلسل اللي كان اتعمل وكان كتب اول جزء فيه الكاتب الكبير الأستاذ كرم النجار وهو مسيحي. تمام. ويمكن دي معلومة كتير ما بيعرفوش ان اللي كتب هذا الابداع هو رجل مسيحي تناول سيرة الرسول بهذا الذكاء الشديد الصلاة والسلام. فارجع تاني لمرجعنا اقول كمان كان في امام شعراوي النموذج اللي اتقدم هنا ده كان داعية يعني كان عنده شعبية جارفة وتم تقديمه في التلفزيون بمسلسل كان قد كده برضو بيتشاف. ولكن في نقطة مهمة جدا ان احنا جات لنا فترة بين احنا مش عايزين نشوف كإنتاج حتى ما بننتج نماذج عن داعية او رجل اسلامي، فانت دايما تخلي المسلسلات تتذاع بالليل والناس نايمة، وده كان دور خطأ من اعلام الدولة تحديدا. يعني اعلام الدولة مهمته ان انت بتقدم كل ما له علاقة بزيادة وعي الناس وتنوير القدرة انك هنا ما تسيبهمش بقى فريسة لكل بيظهر في القنوات الفضائية اللي هو الاشكال الضالة اللي كانت بتطلع علينا من كل حتة. انا اسف فضلة الشيخ بس هي كانت اشكال ضالة حقيقي بتطلع علينا من كل قناة ما كانوش هما النماذج اللي احنا متعودين عليها. انا كنت بتكلم مع فضيلة الشيخ قبل ما يدخل على الهواء بقول له انا من قريه وكانت النماذج اللي عندي شفتها انا رحت كتاب وتعلمت في كتاب وكان الشيخ اسمه الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه الف رحمه ونور عليه اللي علمني القرايه والكتابه والحساب والدين والقران وبعد الشيخ عبد الله. فانا شفت النماذج السمحه دي ودايما كنا بنفتقدها في الاعلام. طيب هناخد بس فاصل أوكي. عشان نستقبل النجم هاني سلامه والمشاهدين يتستنونا بعد الفاصل وتشوفوا الناس الحلوين دول معانا يا انت حر. Thank you.